بسم الله الرحمن الرحيم، عودة مجددة إلى دروس التعليم المتوسط. نتعرف اليوم على بركة الله، كيفية والخطوات المتبعة لرسم الأعمدة البيانية. إليك الجدول التالي، وأخذ هذا الجدول من كتاب الجغرافيا سنة ثالثة متوسط. إليك الجدول التالي لمساحات قارات العالم، ولدينا في الجدول مجموعة من القارات وكل قارة مساحتها بالوحدة وهي 1,000,000 كم². المطلوب حول الجدول إلى أعمدة بيانية مع أخذ 1 سم يساوي 5,000,000 كم². أن يلزمنا في هذه الحالة ورقة مليمترية. إذن هذه الورقة المليمترية، ونرسم خطين أو محورين، محور الفواصل ومحور التراتب. لدينا محور الفواصل ثم محور التراتيب، وهذا محور الفواصل. نعود إلى الجدول، في الجدول لدينا القارة ولدينا المساحة، وتعودنا دائما قلناها أن إذا وجد في الجدول كلمات مثل هذا المثال، وهي عبارة عن قارات، هي عبارة عن كلمات وليست أرقام، أو إذا وجد في الجدول سنوات، فتوضع هذه السنوات أو هذه الكلمات على محور الأفقي أو محور الفواصل. طبيعة الحال هنا راح نكتب ماذا؟ القارات. ماذا تبقى لنا؟ نعود إلى الجدول، يتبقى لنا الجزء الثاني وهو المساحة، الوحدة 1,000,000 كم². إذن الجزء هنا يمثل لي المساحة، ونضع بين قوسين الوحدة 1,000,000 كم². يلا نعود إلى الجدول، أعطي لنا الوحدة ويجب التقيد بهذه الوحدة والعمل بها. الوحدة المأخوذة هنا هي 1 سم تساوي 5,000,000 كم². إذن يجب العمل بهذه الوحدة. نعود إلى الجدول، كل 1 سم يساوي 5,000,000 كم². إذن لدينا هنا المبدأ وهو الصفر، عفوا نستعمل اللون الأزرق مثلا. لدينا صفر، سنتيمتر الأول 5، نكتب المقياس 1 سم يساوي 5,000,000 كم². إذن 5، سنتيمتر الثاني 10، الثالث 15، الرابع 20، 25، ثم 30، يعني نضيف 5 كل 1 سم، ثم لدينا 40، 45. إذن لماذا لا نتوقف عند 40 أو 45؟
نعود إلى الجدول. أعلى قيمة موجودة في الجدول نبحث عليها وهي قيمة 43.3. إذا نتوقف في القيمة الأعلى منها. القيمة الأعلى منها أن 44، قيمة أعلى منها وهي 45. إذا نتوقف عند 45 مليون كيلومتر مربع. أنهينا الآن التدريجات الخاصة بالمساحة. نذهب الآن إلى القارات، ولكم الحرية في البداية بأي قارة تريدونها، أي قارة، مثل القارة الأكبر ثم الأقل مساحة إلى غاية آخر قارة من حيث المساحة، أو نترك الجدول كما هو بالترتيب المعطى لكم مثل الحالة التي سوف نعمل بها الآن. ونبدأ بإفريقيا، مساحتها 30.2 مليون كيلومتر مربع. نذهب إلى الرسمة، نبدأ من أول سنتيمتر. لا، ما كان هذا، لا يجب أن يكون الرسم في بداية السنتيمتر الأول، بل نترك هذا المكان فارغ، ونستعمل هذا السنتيمتر خاص بقارة إفريقيا. نعم، قارة إفريقيا، قلنا المساحة هي 30.2 مليون كيلومتر مربع. نستعمل المسطرة في هذه الحالة. نعم، نستعمل المسطرة. نضع المسطرة في السنتيمتر الأول بالشكل هذا، 30.2 بالتقريب هنا، مو هنا بالمكان هذا. إذن نرسم الخط هذا الأول، الأحسن باللون الأسود، استعملوا قلم الرصاص. 30.2، نعم، المكان هذا. ثم نفس الشيء السنتيمتر الثاني، الخط الثاني، 30.2 بالشكل هذا. ثم نصل بين الخطين، بالشكل هذا نصل بين الخطين. إذن هذا العمود البياني الأول خاص بقارة إفريقيا. فصلناه عن الخط الأول، نترك 1 سنتيمتر أو نصف سنتيمتر ونبدأ الرسم. نعود أو نواصل مع الجدول القارة الثانية وهي قارة أوروبا، 10.2. نفس الشيء، نترك 1 سنتيمتر فارغ ونستعمل السنتيمتر هذا، يعني دائما يكون هناك فارق بين القارتين. إذا هذا الجزء خاص بقارة أوروبا، 10.2. استعمل دائما استعمال المسطرة، 10.2. نضع المسطرة الخط الأول بالشكل هذا، 10.2 بالتقريب تكون هنا. إذا لما تكون ورقة مليمترية يسهل الأمر، 10.2، نعم، من المكان هذا، ونصل بين الخطين. نصل بين الخطين بالشكل هذا. إذن هذا العمود البياني خاص بقارة أوروبا. نعود إلى الجدول،
القارة الثالثة هي قارة أمريكا، 42 مليون كيلومتر مربع. تعودنا دائما نترك هذا الفراغ ونبدأ الرسم. إذا القارة هي قارة أمريكا، المساحة زائد استعمال المسطرة 42، 42 قريب الأعلى، في المكان هذا. نرسم الخط الأول نفس الشيء، الخط الثاني، ونصل بين الخطين لتشكيل العمود البياني الخاص بقارة أمريكا. قارة أمريكا. القارة التي بعدها قارة آسيا، 44.3، أكبر قارة. قارة آسيا دائما الفارق سنتيمتر، هذا نكتب آسيا 44 دائما مسطرة ضرورية. نواصل مع قارة آسيا، مساحتها 44.3، 44 مكانها تحديد هنا. نرسم الخط الأول ثم الخط الثاني، ونربط بين الخطين. دائما نستعمل مسطرة ثم بعد ذلك تأتي قارة أوقيانوسيا، 9 كيلومتر مربع، مليون كيلومتر مربع. نترك 1 سنتيمتر فارغ، نكتب في الفارغ هذا أوقيانوسيا. مساحتها 9 مليون كيلومتر مربع. ثم أخيرا القارة القطبية الجنوبية، 13.3، قارة قطبية جنوبية. ثلاثة عشر
وبذلك نكون قد أنهينا رسم هذه الأعمدة البيانية. لأن بعدما أنهينا الرسم يبقى لنا العنوان ولكل ويمكن في الحالة يمكن هذه الأعمدة البيانية ودائرة نسبية مختلفة العنوان. تعلمنا كيفية استخراج العنوان أولا، ماذا رسمنا الجزء الأول من العنوان، ماذا رسمنا في هذه الحالة؟ رسمنا أعمدة بيانية. إذن العنوان يكون في الأعلى لا يكون داخل الرسم، ونكتب أعمدة بيانية، هذا الجزء الأول من العنوان. الجزء الثاني نستخرجه قلنا من المقدمة هنا الموجودة في الأعلى. ماذا يمثل هذا الجدول؟ هو جدول لمساحات قارات العالم. إذن أعمدة بيانية لمساحات قارات العالم، أعمدة بيانية لمساحات قارات العالم. ويمكن أن نضع هذا العنوان في إطار أحسن، ويكون إما في الأعلى استعملوا المسطرة، إما في الأعلى أو في الأسفل. وبذلك يكون الرسم البياني قد انتهى أو الأعمدة البيانية قد انتهت. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.